كري دي زوكازيون مي نقول انا يا اليوم مقابله يعني اندفاع بدني مقابله تاع الديربي المهم فيها هو الفوز 3 نقاط وبالرغم يعني من الاداء نقوله كان فوق المتوسط ولكن كنا باغيين يعني نفوزوا اكثر من هدف الحمد لله 3 نقاط فيها بركه راضي يعني كل الرضا على اللاعبين يعني مشكورين على المجهود اللي قاموا به تبقى انه كما يقولوا الجولات القادمه احنا نخدموا باش نحسنوا كما يقولوا المرتبه تاعنا ونزيدوا نجيبوا نقاط لانه احنا لوبجيكتيف تاعنا سي بوكو بليس لو مانتيان ناسيوري والمانتيان ان شاء الله كما يقولوا بلو رونفور تاع لي جوار تاعنا اللي راح بالك الاسبوع الجاي ان شاء الله راهم وعدونا باش يتحصلوا على الاجازات هذوك تاع اللاعبين اللي ما راهمش كاليفي راح الفريق يزيد يتحسن اكثر واكثر.